مساء النور أخ ميهو، مساء النور. مساء النور للموجودين. أنا حبيت، يعني أنا حضرانة عندك كذا مرة، بس حبيت أطلع شارك لأنه كتار اللي عم يقولوا أنتوا مو تركتوا الدين. أخي، شو بدكم بالدين الإسلامي؟ أول شيء، الدين الإسلامي مانو ملككم، مانو ملك المسلم. يعني الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو الدين اليهودي هو حق لكل باحث ومفكر إنه يبحث فيه، حتى لو ما كان مسلم. هو بيحط هذا الدين، بيجيب هاي المجموعة البشرية من الناس اللي بتتبع هذا الدين وبيدرسه وبيشوف شو انعكاسه على المجتمع. فما بالك بنحن ناس مسلمين جينا من مجتمعات مسلمة، عنا إشكاليات معينة حبينا نحكيها، ما اقتنعنا فيها. وهي أولا. ثانيا، شو دخلكم بالدين؟ إنه شو دخلكم بالدين الإسلامي؟ قال الدكتور خالد قبل ما يطلع من بدل. ثانيا، شو دخلكم بالدين؟ إنه شو دخلكم بالدين الإسلامي؟ قال الدكتور خالد قبل ما يطلع من بدل مسلم لآخر ما عمر الله، من شان تنفذوا وصية الرسول، رسالة الحديث الرسول، من بدل دينه فاقتلوه. ماشي، أنا رح أحكي لكم، بس رح أعطيكم، رح أرجع أكمل بنقطة بتخصني أنا شخصيا. بس رح أقول، قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ سألوا: مين هذا الرجل؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود. يعني كان الزلمة يهودي، أسلم بجوز تحت الضغط، المهم رجع تهود، ونحن نريده على الإسلام. قال: احبسه شهرين. قال: والله فعلت. قال: لا أقعد حتى تضربوا عنقه. فضربت عنقه، يعني موسى بن معاذ بن جبل ضرب عنقه. قال له أبو موسى: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. الراوي معاذ بن جبل، المحدث الألباني، طبعا الألباني كل الناس تاخذ فيه. الصفحة أو الرقم 125 على 8، خلاصة حكم المحدث، إسناده صحيح على شرط الشيخين. ماشي، وفي حديث آخر اسمعوا مهم كتير، أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس طبعا حبر الأمة، فقال: لو كنت أنا، يعني عباس ابن عباس قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. يعني الله هو اللي بيعذب بالنار، نحن ما المفروض نعذب. ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الراوي عبد الله بن عباس، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الرقم 3017، خلاصة حكم المحدث صحيح. إذا طالما أنتم تسعون وراء كل مسلم لأنه ترك دينه أو بدل دينه أو أيا كان، وشعاركم هن قاف تاء لام، أنتم بدكم تنهوا حياته لهذا الشخص. فبالتالي أنا آسفة، نحن آسفين، نحن بدنا ندرس هذا الدين ومضطرين، آسفين إنه نعرف ليش أنتوا عم تصادروا حرية الإنسان. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، هن للأسف كمان المسلمين في السنة ما بيتعرضوا للمخالف، للي بيبدل دينه، لليهودي أو المسيحي، لا لا لا، هن بيتعرضوا لبقية الطوائف الإسلامية، وبيقوموا بسبية كأنهم عم يسبوا شخص، خلينا نسميه على وفق مصطلحهم هن، كافر، شخص كافر. الدليل، وين دليلي؟ دليلي نحن في سوريا، تم العناصر اللي المسلمة السنية، الفصائل المسلمة السنية دخلت مناطقنا، مناطق نحن فيها
شيعة وإسماعيلية وبالإضافة لناس مسيحية، قامت بسبي، تخيلوا، بسبي النساء المسلمات اللي بيشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن هن شيعة أو إسماعيلية، قاموا بسبيهم، بتعرية وعرضهم في الشوارع، عرضهم بالشوارع، وتبادلوهم كما يتبادل عفوا يعني منكم، صعب اني احكي هاي الكلمة، او صعب اني اعبر، لانه انا كنت شاهد، انا كنت شاهدة على هالوقائع. قطعوا رؤوس اولاد عمي ثلاثة، اولاد عمي ثلاثة وكتار مسيحية وكلهم جيراننا، اجوا على المنطقة بحجة انه هن مسلمين عم يطبقوا شرع الله. نحن اللادينيين، نحن ما عم نعاملكم مثل ما انتم عم تعاملونا، لا، نحن عم نعامل بالحجه والمنطق، انتم عم تتعاملوا بشيء ثاني. وبالتالي نحن رح ارجع اقول رح نضل متابعين مسيرنا لحتى اظهار ما في هذا الدين. رح ارجع اقول رح نضل متابعين مسيرنا لحتى إظهار ما في هذا الدين. قالوا الأستاذ حسن، لكن في عندي هون لحظة بس، لحتى بالنسبة لما فعل بالأمازيغ، كانت الأمازيغية أعلى سبية سعراً، كانت ترسل إلى الشام بألف درهم، أكثر وحدة وصل سعرها، لأنهن جميلات وقويات وذكيات. فأنا بتمنى أنه أهلنا في المغرب العربي على الأقل بس يناقشوا حالهم ويراجعوا التاريخ شو كتب عن غزو الإسلام إلى المغرب. شكرا كثير. شكرا عزيزتي، يعطيك العافية. شكرا. مادين، كان عندك سؤال قبل ما نروح نسلم على جاك. تحياتي لك يا ميهوب، تحياتي للضيوف الكرام. أستاذ سامي شرفنا، من الأوائل اللي شاهدتهم على اليوتيوب مع هشام نوستيك. عندي سؤال موجه لجاك، جاك وسامي وميهوب، أريد أن أسمع ثلاث وجهات رأي. يعني الإنسان ممكن أن يأتي يوم بعدما قضى على العنصرية وتمييز البشرة، هل يمكن أن يأتي يوم الدول كلها تكون موطن واحد للإنسان على كوكب الأرض؟ مثلا الفيزا، الدولة التي تفرض الفيزا نشوفها عنصرية، مثلا تكون كل العالم دولة مواطنة، الإنسان يتجول في العالم أينما يريد، يروح أينما يريد، كل دولة تفرض مثلا فيزا أو شيء نشوفها عنصرية، هل الدين سوف يلعب عقبة يعني للوصول لهذه المرحلة؟ أنا واضح وضوح الشمس، بس أنا حاب نسمع الآخرين قبل. شكون اللي حاب، جاك الأول ولا ساب؟ جاك مساء النور، مش عارف، لا تعرف الأستاذ أحمد سامي ولا ما تعرفوش؟ مساء النور جاك. لا، ما عنديش هذا الشرف. السلام عليكم الزول. بونسوار. أحمد سامي جاك، كان يدير عنده قناة يوتيوب كبيرة، كان يدير مناظرات مع الكفار، كيفك، كان مسلم ياسر، كان يدير مناظرات مع ملاحدة، وكان يفهم الملاحدة، ولكن اليوم انقلب السحر على ساحر. سين بلاك ولا صح؟ وش هذا؟ نو نو، صحيح وي. ما استاذ اسمه كبير. اهلا بحضرتك استاذ، تشرفت بمعرفتك. متشرفين حبيبي. اهلا بحضرتك. تحبين نجاوب على سؤال تاع مادين؟ وي وي فاز. يعني هنا راك تتكلم مع شخص فاناتيك تاع ساينس فيكشن، يعني سؤالك سؤال مطروح كثيرا في هذا الميدان. اذا تعرف كتب يعني كيما ستار تريك وكتب اخرى يعني يجاوبوا على هذا السؤال. يعني هو سيف ذو حدين، سيف ذو حدين، أنه يوجد مبدأ أو مصطلح اسمه الحدود،
أين داخل الحدود عندك الحق يدير القوانين، يعني الشعب عنده الحق يدير القوانين تاعو. يعني هذه اللي سمحت انه البشر يقدر يطور في مناطق مختلفة، ويقدر يأثر على مناطق أخرى، وهذا ما لاحظناه. لكن تاك حاب تقول لي، هل هناك يعني يجي وقت وين كلنا كبشر نعيش كلنا في بنفس الطريقة؟ قلت لك هذا السيف ذو حدين، ممكن، ولكن هل هذا يعني نتمناه؟ لأنه إذا كانت القوانين تحت البلد الواحد قوانين قمعية، يعني لا يوجد أي بشر فوق الأرض يمارس حقوقه، لأنه يوجد قانون واحد يطبق على كل البشر. لكن إذا كانت هذه القوانين قوانين تكرس حقوق الإنسان وتكرس الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المواطنين، إذا لا يوجد أي بشر فوق الأرض يقمع. تشوف يعني سيف ذو حدين. وهل الديانة يعني عائق لهذا الشيء؟ أظن أن الديانة عائق لظهور هذا النوع من الأشياء، لكن ليست الديانة فقط، يعني حتى الاختلافات الثقافية، الاختلافات كثير كثير من الأشياء. وأيضا أن يعني ربما الشعوب عندها خصوصياتها، يعني كلام كثير يقدر يتقال على هذا الكلام. لكن باش نجاوبك، أنا أريد، ما أكذبش عليك، أنا أريد أن أعيش في هذا العالم اللي راك تتكلم عليه أنت، أين يوجد قانون واحد يطبق على الجميع، وهذا القانون يكرس المبادئ اللي أنا أدافع عليها، اللي هي المبادئ الديمقراطية والمبادئ الحرية والحقوق والمساواة. شكرا. أنا هنجاوبك بكل بساطة. أنا لا أريد بطبيعة الحال، أنا طبيعة الحال الشيء اللي يعجبني في هذا العالم هو هذا التنوع. وأنا ناسيوناليست، تحب ولا ما تكره، يعني الناس راح تجيها غريب إني كيف يعني أتكلم على هذا الحريات. لا، أنا نحب الجزائر تبقى الجزائر، فقط بطبيعة الحال تكون بلد تاع الحريات، تاع المساواة في الحقوق، بلد علماني اللي تتكرس فيه بيان سور الحقوق اللي تكلمنا عليها. انا ضد هذا الشيء، لانه هذا التنوع يعطينا هذا يعطينا هذا، مانيش عارف كيفاش نقولوا، هذا الاحساس خاص. انا مثلا كما كنت في الرحله تاعي، الأمن. ولا كما كنت في الجابون مثلا هذا الاسبوعين اللي كنت في رحله هذه، ما كلش يعني نشوف حاجه مليحه، انه فيه دوله في اطار حدود تاعها عندها قوانين خاصه بها، فقط انها قوانين تكرس هذه المبادئ تاع الحريات وتاع حقوق الانسان وكلش، ولكن عندها اختلاف مقارنه بدول اخرى. انا مع التنوع، ولهذا انا مع انه هذه الدول تحتفظ بسيادتها، على الاقل لا نتكلم على بلدي انا، فقط يكون ما يكونش في اطار اللي رانا موجودين فيه اليوم، اللي هو بطبيعه الحال الجزائر نشوف انا بلدي للاسف بلد ديكتاتوري، يعني 3.5 في الاندكس على الديمقراطيه ولا 45، يعني مصيبة جدا جدا، يعني مقارنة بالدولة اللي أنا عايش فيها اليوم اللي هي 9.83 ولا 87، 9.87. شوف الفرقين، عايش في دولة الديمقراطية الاندكس تاعها 9.87، ودولة حبيبتي الجزائر اللي أنا أشتغل من أجل إنه تكون بلد ديمقراطي 3.45. نعم أستاذ سامي، عندك سمعت فهمت جواب سؤاله ولا جاوبه بسرعة قبل ما نروح عندك؟ انا اعتقد لو انا فهمت صح، اللي هي فكره المواطن العالمي. والفكره دي يعني انا اتفق مع حضرتك ومع استاذ جاك في اللي قلتوه، وخليني حتى ممكن كمان اوصل ليها تاصيلتين. التاصيله الاولانيه، لو اطلعت كان في مقاله مطوله او كتاب صغير كان كتبه ايمانويل كانت، اسمه مشروع للسلام الدائم. الناس في الغالب ما بتعرفش ايمانويل كانت غير نقد العقل المحض ونقد العقل العملي وكده يعني، بس هو كان عامل كتاب برضه، والكتاب ده كان يعتبر من النبوءات بتاعت ايمانويل كانت لعصبة الأمم أو اللي بقت بعد كده الأمم المتحدة. وكان بيتكلم على أمل في هذا الشيء، ولكن كان اصطدم بيه العقبة بتاعت نسبية الأخلاق والأعراف والتقاليد. وجاء أصل ليه بعد كده جان جاك روسو في العهد الاجتماعي، في الرسائل اللي كتبها بعد كده، عن إنه جان جاك روسو وكمان جوستاف لوبون في سيكولوجيا الجماهير، وهو كان اتكلم عن فكره اسمها او يعني اتكلم فيما يسمى بالعنصريه، مش العرقيه
هو اتكلم عن نوع من العنصرية ليه علاقة بالحمل الثقافي أو الحمولة الثقافية اللي بتبقى عند الشعب، بمعنى إنه شعب يختلف عن شعب تاني مش علشان لونه ولا علشان عنصره ولا علشان دينه ولا علشان كذا، لا علشان الأمور اللي مر بيها الشعب ده على مر الزمن غيرت في سلوكيات الشعب بشكل كبير جدا جدا، أصبح معاها من الشبه المستحيل إنه يندمج مع شعوب أخرى. شعب مر بمئات السنين من الحروب وويلات القمع والديكتاتورية والفقر والجهل وخلافه، وشعب تاني لم يمر بتلك الظرف. فأنت هتلاقي إنه الأعراف اللي نشأت في الشعب ده والتقاليد والعادات اللي نشأت في الشعب ده والسلوكيات المقبولة والسلوكيات غير المقبولة اللي نشأت في الشعب ده تخليه مختلف جذريا عن الشعوب الأخرى. هو مش ذنبه، هو غصب عنه، وهي مش حاجة تتسبب في عنصرية من العنصرية البغيضة المشؤومة اللي هي بتاعت إن ده وحش وأنا حلو، لأ، بس هي بقت حائل للاندماج التام ما بين الشعبين دول. وعليه وجهة نظر جوستاف لوبو كانت بتقول إنه لو قدرنا إن احنا نحل الحاجات ديت ونحاول إن احنا نوحد المقامات، أو نحاول إن احنا بقدر الإمكان نقرب العدنا نحل الحاجات ديت ونحاول إن احنا نوحد المقامات، أو نحاول إن احنا بقدر الإمكان نقرب العدنا تم في أوروبا مثلا، في الاتحاد الأوروبي، فدول غرب أوروبا نتيجة إن هم اشتركوا في نفس المعاناة لمدة مئات السنين ونفس التجارب ونفس الأرض ونفس العادات تقريبا ونفس التقاليد تقريبا بالشكل اللي بيأهلهم إن يبقى في حرية تنقل، بإن هم يبقوا شعب واحد. هل ده ينفع مع شعوب أخرى ما مرتش بنفس المصير ونفس الحاجات مما تسبب في نشوء حاجات تخليها مختلفة جذريا عن شعوب أخرى ونخلي الاتنين شعب واحد؟ التجربة هتفشل، ومش ذنب حد ومش غلطة حد، لكن التجربة هتفشل. فأنت محتاج توصل للحد الأدنى من السلوكيات والعادات والتقاليد اللي ينفع إن هي تندمج، علشان بعد كده نتكلم على فكرة المواطن العالمي. شكرا لك، تحياتي لكم. شكرا ميو. شكرا أستاذ مدين. ميهوب الأستاذ هيلموت، أنا مش عارف كان كاتب على الشات إن هو ناظر قبل كده 1249 ملحد، فأنا بس حابب أسمع عشان أنا مضطر أخرج، حابب أعرف بس هو